أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأرسل إلينا خير أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه خير كتبه القرآن العظيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا وإنه لا يعلم في تاريخ البشرية جمعاء من حفظت سيرته ونقلت أخباره وشمائله وأوصافه الخلقية والخلقية على النحو الذي نقل لنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولو أراد أحد أن يجمع كل ورقة بل كل كتاب اشتمل على بعض أوصافه الجليلة وأخلاقه النبيلة وسيرته العطرة لما أطاق ذلك. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فغير حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. ولقد تحفل الرواة ونقلة الأخبار بنقل أدق التفاصيل المتعلقة بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وكتبت في ذلك الرسائل والبحوث، وصنفت المصنفات العامة والخاصة. وحديث اليوم عن صفات نبينا الخلقية عليه الصلاة والسلام، وذلك بشيء من الإيجاز في 12 مطلبا إن شاء الله تعالى. فأقول: المطلب الأول في أن صفاته الخلقية هي في نفسها شاهدة بنبوته صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: خلقه وصورته صلى الله عليه وسلم من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد كان بعض الناس في زمانه عليه الصلاة والسلام يسلم حين يرى طلعة وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقد كان أول أمره يهوديا، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ومن صفاته الخلقية الدالة على نبوته الشريفة خاتم النبوة بين كتفيه الشريفين، وقد كان ذلك سببا لإسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الذين خلفه كما يرى الذين أمامه. ففي الصحيحين من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. إلى غير ذلك مما سترى بعضه في المطالب التالية إن شاء الله تعالى. المطلب الثاني في لين كفه وطيب عرقه وذكاء رائحته ولو لم يمس طيبا عليه الصلاة والسلام.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، وأما أنا فمسح خدي، فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. الحديث أخرجه مسلم. وجؤنة العطار هي السلة المستديرة، سلة مستديرة مغطاة بالجلد، يضع فيها العطار أي بائع العطر، بائع العطر يضع طيبه، وتكون في العادة ذات رائحة ذكية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. الحديث متفق عليه. وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال أي أينام القيلولة، فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها أي تضعه فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. أخرجه مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. أخرجه أحمد وغيره. وقال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح. والسحر الرئة، وقيل هي أعلى البطن إلى أن يصل إلى الحلقوم. المطلب الثالث في حسن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. أخرجه الترمذي وصححه ابن العربي والألباني وغيرهما. وليلة إضحيان أي ليلة صافية مضيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر. وقوله تجري في وجهه هو تشبيه لنور طلعة وجهه الشريف بنور الشمس. وسأل رجل جابر بن سمرة رضي الله عنه: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، أو كما ورد. الحديث أخرجه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه شقة قمر. متفق عليه. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: متى يبدو في الداج البهيم جبينه؟
يلح مثل مصباح الدجى المتوقد، فمن كان أو من يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد. المطلب الرابع في قوة بدنه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء ركانة بن يزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 300 من الغنم، فقال: يا محمد، هل لك أن تصارعني؟ قال: وما تجعل لي إن صرعتك؟ قال: 100 من غنمي. قال: فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، ثم قال: يا محمد، هل لك في العود؟ يعني أن تعاود المصارعة. قال: وما تجعل لي إن صرعتك؟ قال: 100 أخرى. قال: فصارعه فصرعه، ثم قال: يا محمد، هل لك في العود؟ قال: وما تجعل لي؟ قال: 100 من الغنم. قال: فصارعه فصرعه، ثم قال، أي ركانة، ثم قال: يا محمد، ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، يعني ما أحد استطاع من العرب أن يصرع ركانة، ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه. الحديث أخرجه البيهقي وغيره، وقال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد. المطلب الخامس في لحيته صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أو كما قال، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية، أخرجه مسلم. وقوله شمط يعني دخله الشيب. وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان في عنفقته شعرات بيض، أخرجه البخاري. وقوله شعرات يدل على قلتها. وفي حديث يزيد الفارسي رحمه الله قال: قد ملأت لحيته من لدن هذه إلى هذه، وأشار بيده إلى صدغيه، قال: حتى كادت تملأ نحره. ثم أقره على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث أخرجه أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية. المطلب السادس في لون بشرته صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، متفق عليه. والأمهق هو الرجل الشديد البياض الذي لا يخالط بياضه شيء من الحمرة، بل يكون بياضا خالصا كالجص.
والآدم هو الذي له سمرة شديدة، فلم يكن هكذا ولا هكذا، بل بياض مختلط بحمرة، وهو أحسن الألوان، أحسن ألوان الرجال. قال: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شمط، أو كما قال رضي الله عنه. الحديث متفق عليه، وقلنا من قبل شمط أي دخله الشيب. وقال عمه أبو طالب في وصف ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وكان ابن عمر يتمثل بهذا البيت رضي الله عنهما. ومعنى ثمال اليتامى أي مغيثهم والقائم بأمرهم، يقوم بأمرهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ. أخرجه مسلم. ومعنى أزهر اللون هو الأبيض النير، وهو البياض الذي يخالطه حمرة، بياض يخالطه حمرة، وهو أحسن الألوان في الخلق. المطلب السابع في وصف قامته صلى الله عليه وسلم. عن أشعث بن سليم قال: سمعت شيخا من بني كنانة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مربوعا كأحسن الرجال وجها. الحديث أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. والرجل الذي من بني كنان صحابي لم يذكر في الإسناد، لكن كما هو معلوم من قواعد المحدثين أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لا يضر الجهل بهم في الإسناد. وقوله هنا كان مربوعا، المربوع هو المتوسط القامة، يعني الذي ليس بالطويل المفرط ولا بالقصير المفرط، بل بين بين. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا، إلى أن قال: وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. المطلب الثامن في صفة فمه الشريف وعينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. أخرجه مسلم. وقوله ضليع الفم أي واسع الفم، وقوله أشكل العين أي طويل شق العين، العين متسعة. منهوس العقب أي قليل لحم العقب. وقال عمر رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان من أحسن الناس ثغرا. وفي حديث يزيد الفارسي رحمه الله حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال: رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه، يعني في القامة ليس بالطويل ولا بالقصير، وكذلك في اللحم ليس بالسمين ولا بالنحيل. رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه، أسمر إلى البياض، حسن المضحك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من لدن هذه إلى هذه، يقصد صدغيه. قال: حتى كادت تملأ نحره، أي كثافة. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. يعني أن الذي رآه في المنام، الذي رآه يزيد الفارسي رحمه الله، أن الذي رآه في المنام هو فعلاً رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل بصورته الشريفة كما جاء في الأخبار.
المطلب التاسع في صفة شعره الشريف صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجيلا، ليس بالسبط ولا الجعد، بين أذنيه وعاتقه. متفق عليه. ومعنى قوله رجلا أي لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة. والسبط هو المنبسط المسترسل الذي لا تكسر فيه، والجعد عكسه وهو الشعر المتثني المتكسر. فالمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم كان بين الجعودة والسبوطة، وكان يبلغ أذنيه وعاتقه. قال: وعن جابر بن عبد الله، نعم، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حفنات من ماء، أي 3 غرفات. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. فقال جابر: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان شديد سواد الشعر، أو كما ورد. المطلب العاشر في صفة منكبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: بعيد ما بين المنكبين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: عريض ما بين المنكبين، وهو بمعناه. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في عام حنين حين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، حين أعطى الناس من البقر والغنم والإبل حتى لم يبق من ذلك شيء، يقول أنس رضي الله عنه: فجذبوا ثوبه حتى بدا منكبه، فكأنما أنظر حين بدا منكبه إلى شقة القمر من بياضه. أخرجه ابن جرير وغيره، وأصله في صحيح البخاري. المطلب الحادي عشر في صفة يديه وقدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: اشتكيت شكوى لي بمكة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، أي يزورني، والعيادة هي زيارة المريض خاصة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، إلى أن قال سعد: فوضع يده على جبهته فمسح وجهي وصدري وبطني، وقال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. قال سعد: فما زلت يخيل إلي بأني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة. متفق عليه. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، إلى أن قال رضي الله عنه: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري، فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من الأئمة. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين، إلى أن قال أبو جحيفة: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي
فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، حسن الوجه، لم أر بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. أخرجه البخاري. المطلب الثاني عشر: في صفة ساقيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. عن سراقة بن مالك رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه قال سراقة: فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وأصله في البخاري. ومعنى جمارة: الجمارة هي قلب النخلة وشحمتها، فهو قد شبه ساقه الشريفة صلى الله عليه وسلم بالجمارة لبياضها. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. الحديث أخرجه البخاري. والوبيص أي بريق ساقيه عليه الصلاة والسلام. وبعد، فهذا غيظ من فيض الأخبار الواردة في الصفات الخلقية الشريفة لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم يوم الدين، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا يا ربي مقتدين بسنته، مهتدين بهديه، عاملين بشريعته، داعين إلى دينه الذي أرسل به على بصيرة، وارزقنا يا ربنا حسن الخاتمة. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.